صباح الخير او مساء الخير يا برج الاسد في القراءة العاطفية. طب نبدأ الاول بالطاقة العامة. سوري عندي يعني برشات برد كده، برد الصيف اللطيف. فهنبدأ بالطاقة العامة. مش محتاجة اقول، يعني مش محتاجة احكي، مش محتاجة خالص، الصورة بتبين نفسها. انت في قوتك الاصلية. برج الاسد اصلا يعني هو مش مغرور، لكن من جواه هو ده الشخصية الأصلية بتاعت برج الأسد، شخصية القوة، الذكاء، إدارة الأمور كما يجب أن تدار، والحكمة كمان في نفس الوقت. فأنت الآن في قوتك وتخطيط كمان، ومش عايزة أقول رئيس عصابة، لا لا لا، بتنظر للأمور كما يجب أن تنظر إليها. يعني مثلا لو علاقة مفروض تنتهي يبقى هننهيها، لو علاقة هاخد فيها قرار هاخد فيها قرار. طب نشوف كده. ده انت سنجل، و سنجل او ده القوة دي جت بعد الكسرة دي. يعني عارف لما واحد ياخد ألم جامد قوي فيبدأ يتغير مرة واحدة، انت بالظبط كده، انت بتستجمع قوتك واستجمعتها فعلا، دي حقيقة. ده انت خلاص انت تربعت على العرش. حاليا انت فرحان قوي، مش فرحان بانتهاء العلاقة، ولكن انت راضي، بالظبط الكلمة اللي ممكن نعبر عنها، انت راضي عن مستواك حاليا في الحياة عموما او في الحياة العاطفية. لان في ناس عموما مش راضية عن حياتها العاطفية، لكن انت راضي وراضي و بقيت تتغير او اتغيرت، وبقى عندك من الاخر كده ممكن تكون تشافيت من علاقة، بس انت خلاص وصلت للمرحلة. وراهم كده دول كارتين مهمين قوي، الدث هو الموت، وفي نفس الوقت ولادة شيء جديد. فبالظبط انت في شيء جديد انت مقرر تعمله، وكسرة قلب جامد قوي. يعني بالظبط انت خارج من شيء صعب صعب صعب، وشيء مش سهل ان احنا اوصل للمرحلة دي بسهولة. تقريبا انت عديت على مراحل كتير، فشلت مرة وبعدين قمت وبعدين فشلت تاني وبعد كده قمت، يعني الليلة دي كلها اللي بتحصل بعد انتهاء العلاقات. يعني ممكن نقول علاقة ثلاثية، انت مريت بعلاقة ثلاثية، الطرف الاخر كان عارف حد عليك، اكتشفت فانجرحت فقلت طب شكرا قوي كده، وخدت ديلك في سنانك ومشيت. طبعا شوف بقى العلاقة اللي فيها كسرة قلب دي يا برج الاسد، مشاعر الشريك ايه؟ الكارما دي بقى ولا ايه؟ شايفك ازاي؟ الله، ده ايه الجمال ده؟ ايه يا برج الاسد؟ يا برج الاسد في ايه؟ في ايه؟ ده انت مصدر له الوش الخشب. ده بقى اللي بيقول ايه، نقول عليه عارف عارف ايه. يعني لما نقول لحد بكره تيجي وتعرف امتى، حرفيا حرفيا. طيب برج الاسد طبعا من البدايه كده انا خلاص عرفت، فهكمل لك بقى القصه. مشاعر الشريك الان هو لا ينام من التفكير السلبي، او مريض، ولكن ممكن ما نقولش مريض، هو ما بينامش. ما بينامش خالص بقى، يعني او بينام اللي هو عارف النوم اللي هو لازم انام عشان عندي شغل او عندي حاجه لازم اعملها، بس ما بيجي ينام ما بيدخلش في النوم بسرعه، بيفتكر بقى كل حاجه. ما يا انت اللي عملت فيه كده، يا هو اللي عمل فيه كده، يا اما انت اكتشفت شيء وقلت له انا تجرح قلبي، انا تقسى عليا انا، واديتهم له ومشيت، بس اديتهم له على حق، لانه حرفيا يعني خلاص حاطط ايده على وشه وبيقول ليه كده، وبرج الاسد عمل معايا كده ليه. اعتقد ان هو مشي من العلاقة، او يعني مش مشي من العلاقة، هو في طاقة انسحاب. بالظبط طاقة انسحاب، لانه لو لسه موجود وانتوا قاطعين مع بعض نص قطعة، فهو في طاقة الانسحاب ومش عارف يعمل ايه. يعني هو مش عارف حرفيا يعمل ايه عشان يتخلص من التسع سيوف اللي عنده دول.
مش عارف يعني يروح فين، يساير الامور دي ازاي. يعني ده مش كارت رحيل بس، ده كارت شخص عايز يصلح شيء برضو، لان الكروت بتتبني على بقية الكروت اللي موجودة. فهو ما بينامش من التفكير ازاي ممكن يرجع هذه العلاقة مرة اخرى. لو هو ماشي بالفعل فهو عايز يرجع، لان ده شخص ماشي في البحر بهدوء وواخد حذره جدا من الموج بتاع البحر، موج البحر ماشي بهدوء جدا بعصايته بالراحة وبشويش. فهو تقريبا ما بينامش من فكرة ان العلاقة كده باظت، وان خلاص باظت كده، وبرج الاسد بيحط لي علامة النهاية وخلاص كده ولا ايه، ما نعرفش برضو، ما نعرفش. فهو تقريبا ما بينامش من النقطة دي. لو احنا اعتبرنا ان طاقة الشريك هي الطاقة دي، فهو ظاهر لك هو سنجل، انتوا سبتوا بعض على اعتقد، تمام، وهو سنجل حاليا ومركز قوي في شغله وفي حياته، ولكن بالظبط كده ده اللي هقوله. ولكن يعني هو في الشغل بيشتغل، اوكي، بيروح الشغل وبيجي من الشغل، راح فرح يتعزم، بيروح مناسبات، صور على الانستجرام بينزل، كل حاجة تمام جدا جدا. تخش بروفايله تقول ايه ده فاضل له تكة ويتجوز، فاضل له تكة واشوف خطيبته بقى اللي هو مخبيها دي، طلع خطيبتك. ولكن بداخله ألم، ألم بشع، نفسه يرحل من هذا الألم بقى، نفسه يتخلص منه. ويعني ممكن يكون ندمان، بيعاتب نفسه، مش عارف، عارف لما يكون واحد عايش في كابوس، هو بالظبط كده، ده كابوس بالنسبة له. مشاعرك انت بالظبط، انت تخلصت من المشاعر السلبية برج الأسد، ولو انت لسه حاسس بيها لغاية دلوقتي ستتخلص منها بالتأكيد، بكل تأكيد ستتخلص، لأنك انت الكوين اوف رونز، انت تمام. هي انت هو لما سابك تقريبا والله أعلم كان في الطاقة دي بجد، يعني قبل الطاقة دي كان هو في الطاقة دي بجد، كان مش همه. ممكن وممكن تكون اكتشفت طرف ثالث، عشان كده كان ممكن يبقى مع الطرف الثالث او راح له، الله اعلم. الكوين اوف وندس، بس ثانية واحدة كده، لو هو كان في طرف ثالث قلبه اتوجع منها، خد جزاته، الكارما، في كارما جات له، مش عارف ينام. وتقريبا لما بيشوفك انت عامل انجازات يا برج الاسد، في حاجه انت عاملها بس مش عارف ايه هي بقى، ايه هي الله اعلم. طيب انت تخلصت من الام الماضي بالظبط، وفي نهايه الطريق، هو في بدايه الطريق، هي الكارما كده، دي الكارما ان انا ابدا افوق، انت تتعب خلاص تاخد جزاتك بقى. فانت الان في ثوبك الجديد وبتتخلص من الام الماضي وبالظبط كده، وبتحتفل وشايف الحياه وردي والحياه جميله وايه يعني، وسبت هو ما حصلش حاجه، مش ماشيه بعمل زي العبيطه وكل الكلام ده. ده برج الاسد، سواء ست او راجل، ده برج الاسد اصلا، يعني مش حاجه جديده على برج الاسد. ف بالظبط انت بص مختلفين خالص، ده واحد مش عارف يمشي، مش عارف يرجع العلاقه ولا يمشي ولا يروح ولا فين، وانت واحد بالظبط مديله الطناش. ممكن يكون بالظبط شايفك بتحتفل وفرحان قوي، ففكره ان انا مش مقصر عندك، ده مش بعرف ينام، فكره ايه ده نسيني بالسرعه دي، ممكن تكون ما نسيتوش ولا حاجه. انت تشعر بان كان في غم على قلبك، ان في حاجه تقيله قوي اللي هو اخيرا، وكنت الام الماضي كانت مقصره عليك قوي، فقلت بلاها بقى، بلا الم ماضي بلا الم الحاضر، انا هحتفل وابص لنفسي وادلع نفسي واحضن في الناس. بالظبط انت تقدمت للامام وهو مازال في واقف في طريقه. طيب الغريب بقى يا برج الاسد، ان هذا الشخص لو كان تركك ورحل لطرف اخر، والطرف الاخر ده قال له الوداع، باي باي، فهو يراك كل شيء جميل في الحياه، مش عارفه اوصف لك ازاي، كارتين اجمل من بعض. يعني عارف، مش شايفك مثلا حد وحش، لا، ده شايفك انت النعيم، انت الكمال ولا غيرك كمال. شاعر بقى، شاعر يا برج الاسد، شايفك
انك انت نفس الكوبايه لو خذلك فهو شافك دلوقتي انت حاليا بالظبط، هي الكارما. فاق من حاجه هو عملها غلط، شايفك انت نفس الكوبايه اللي معاه بالظبط. والتين اوف بانتكلز، لو بنت الزوجه، ولو راجل الزوج المثالي. لو راح لطرف ثالث لا تقلق، فهو ياخذ الكارما الان. مامي مامي كله في الجون، زعلش ولا حاجه، كله في الجون. انا عايزاك تنبسط قوي قوي بقى، ما تحطش في بالك، ما تحطش في بالك، لانه حاليا شايفك مامية، وشايفك ان انت مبسوط كمان، وعندك كل حاجه، انت عندك كل حاجه، وشخص شخص جميل، شايفك شخص جميل قوي قوي قوي. العلاقه المثاليه، الشخص اللي انا كنت ممكن بالظبط بيت اعمل بيت اتزوجها، او ان انا ابقى مراته كده يعني. ومع ذلك انت ترائي بقى، انت تراه شخص نمرود. بص بقى، ده الكلمه اللي انا استوحيتها من الكارتين دول. من هو الشخص النمرود يا برج الاسد؟ شخص النمرود هو الشخص اللي تقدم له السبت ما تلاقيش منه حد، بس كده. الشخص اللي دايما، بص انا هجيبها لك من الاخر، شخص تجيب له يبقى قدامه كل حاجه ويبص الناحيه التانيه، عينه زايغه مع اجمل واحده ويروح يصاحب عليها، معاها راجل مية مية، مغرقها هدايا، مغرقها حنان، مغرقها حب، مغرقها كل حاجة، ومع ذلك بتخون. شخص بص كام كوباية قدامه وفي كوباية رابعة كمان ومش راضي، مش راضي عن أي حاجة. أنت شايفه كده، شخص شايفه شخص نمرودي. يعني إيه نمرود؟ يعني كل حاجة قدامك ومع ذلك بتبص في طريق غلط. أعتقد إن هو فعلا عينه زاغت على حد تاني، بس ايه، ما تقدرش نكمل حاجه تانية لانه باصص الناحيه التانية. ده هو كيك افوندس، ماشي، هو كينج، هو شخص هو طموح قوي، اوكي، خلينا متفقين على ذلك، طموح قوي. فانت شايف انه، انت شايف انه طموح، بس طموح في ايه؟ مش في كل حاجه، ما هو الطموح ده بيتوقف عند حاجه معينه. انا لقيت شخص مناسب، اطمح ان انا اجيب ازيد، اطمح ان انا اجيب حد احسن منه، لا هنا نقف، هنا نعمل ستوب. فانت شايف ان هو شخص طموح، ولكن في العلاقه معاك ما كانش العلاقه فيها اربع ثلاث كوبات وانا جايب الرابعه، يعني كنت بتجيب له كل حاجه، ومع ذلك ترك العلاقه، ومع ذلك رحل. بس خلاص يا سيدي، انا عملت لك كل ما، يعني انت، هو شايفك فعلا، انت شايفك فعلا انت شخص جميل جدا، شخص كامل كامل، لان انت كنت بتشتغل في العلاقه دي جامد قوي الظاهر، يعني كنت معايشه في اللي هو انا بحبك وهفضل احبك وهفضل جنبك، ومع ذلك بص شكله بصباص، يعني بص بص بص، تلاقي في واحده واقفه هناك. فقلت له طبعا شكرا قوي مسي، ده انا ده انا الكوين اوف وندز، ده انا هوريك، انت عارف انا مين؟ الوش ده هو ما كانش شايفه على فكره، انت كنت موريه وش تاني. برج الاسد لما بيحب مش عامل زي برج الجوزاء كده شويه شويه، يعني في ايه بقى؟ عنده وش بيزير وقت ما يحب يقلب، ووش تاني ما يحب، حب بقى كده بنفسه بشخصه. الوش ده انت طلعت له في اخر العلاقه، قلت له طيب انا هوريك، انا تبص لواحده غيري، طب خد بقى شوف، شفت انا مين؟ طبعا مش لازم ست، ممكن يبقى راجل، يعني واحده بصت لحد تاني كويس، ده انا بصي، ده انا فظيع، ده انا ملك يا بنتي. فقلت له سبت العلاقة ومشيت هفن بقى مع اصحابنا. طيب ايه الخطوة اللي نفسه ياخدها؟ النقطة دي بالتحديد يا جماعة مش لازم يعني تحصل، بس هو نفسه في دماغه ياخدها. القراءات دي في ناس كتير تقول مرجعش مش عارفة ايه اللي بيحصل، ان هي احنا بناخد طاقة البني ادم، طاقته في ايه؟ طاقته ان نفسي يقول لي بحبك، بس الشعر ده هو مش عايز يقول بحبك، بس نفسي يقول بحبك. فان انا اعرف مشاعره وكان شايفني ازاي ونفسه يقول لي ايه، مش لازم تتحقق، ولكن المشاعر موجوده، ولو ندم موجود، ولو فراق موجود. بس هي دي النقطه اللي انا عايزه اوصلها للناس، تقول اصله ما رجعش، اصله ما اتكلمش. بس اوكي، الخطوه نفسه يقول، بص ده نفسه يقول لك بحبك ووحشتني وكل الكلام اللي انت عايز تسمعه في الحب، هو نفسه يقول، عايز يرتاح. بص اكتر من كده توضيح مش عارف، اكتر من كده توضيح مش عارف اوضح والله. شخص ما بينامش، ما بينامش، نفسه ينام. نفسه ينام،
نفسه يستريح، نفسه يقول اللي جواه. الشخص ده عنده حاجة جواه نفسه يقولها، ما بينامش، ممكن يكون الشخص ده في سيناريو تالت كده للناس حبايبنا اللي هما ما كانوش في علاقة، كانوا في علاقة إعجاب مثلا، وكان بيقارن ما بينك وما بين حد تاني، وراح مع الحد التاني ده، والحد التاني احنا عارفين عمل فيه ايه، وما قالكيش بحبك، هو كان عارفك كده معرفة سطحية، نفسه بقى يقولك بحبك، نفسه لو في علاقة نفسه يقولك سامحيني، دي طاقة تسامح. ممكن تسامحيني، ممكن تسامحيني لاني ما بنامش، دي الكارما، هو ما بينامش من الكارما. الشخص ده خان اعتقد، لان عدم النوم ده هي كارمة خيانة، ما بينامش، ضميره بيأنبه ان الشخصية دي ازاي انا سبت حد كده. يا ما بصراحة يا جماعة يعني مش عارفة اقول ايه، يعني في حد سيب حد كده، حد نفس الكوباية والعشرة بنت نفس، ايه يا اخي ده؟ حزلقوم قال له ايه؟ انت كافر، يلا انت كافر، مش معقولة، ده لو اعمى اعمى هيحس بالجمال ده، هيحس بالمشاعر الحلوة دي، ما فيش اكتر من 10 بنتكلز، ما فيش. فحرفيا حرفيا حرفيا يعني نفسه ينام، نفسه يقول لك سامحني انام بقى سامحيني وانا اسف. هو كاس الحب ما لا بعده كاس، يعني هو عنده طاقه، هي طاقه مائيه طبعا، عنده طاقه مائيه في مشاعر طبعا، الطاقه المائيه هي طاقه المشاعر يعني. فهو تعبان قوي قوي قوي، لو انتوا عايزين تعرفوا هو تعبان ولا لا فهو تعبان. لو ظهر لكم الوش ده، لا لا لا، ده خدعة، إنه يفعل الخدعة. الشخص ده مش كده، الشخص ده ما بينامش، بيحاول يغطي على الليلة دي كده عشان ما يبانش انه ضعيف. بس طيب انتوا ايه الخطوة اللي هتعملوها؟ الخطوة اللي انتوا هتعملوها هتستمروا في موقف